إذا متابعينا الكرام مجددا غادي نضحكوا شي شوية على حاضرة الجزائر، وهذه المرة مع الجحش الوثني الشعبي الجزائري، الجيش ديال شنقريحة، جيش القوة الضاربة، الجيش المجري، حامي المجرات وحامي الكواكب، والجيش الذي لا يقهر حسب طبيعة الحال حسب البوصبعي والجزائري المستحمر. غادي نشوفوا هذا الفيديو متابعينا الكرام ديال قناة الإذاعة الرسمية الجزائرية. قتلك سيدي مشات عند جنود جزائريين وهم يقومون بمهمة للقضاء على الإرهابيين الأشرار، ونشوف هذا الربورتاج متابعينا الكرام ومعكم بالتعليق. نحن في مهمة قتالية تتكون من مجموعة أفراد إرهابيين، إن شاء الله نطيحوهم ونكونوا على حمى الوطن إن شاء الله. اليوم حنا في مهمة قتالية تتكون من 3 أفراد إرهابيين. بسخط الوليد قال لهم نحن في مهمة قتالية تتكون من 3 أفراد إرهابيين، إن شاء الله نطيحهم، إن شاء الله نطيحهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. الجيش ديال القوة الضاربة ورانا مرابطين إن شاء الله من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية هادم، ونواصلوا إن شاء الله ونبذلوا مجهودات أكثر وأكثر إن شاء الله. نبذلوا مجهودات أنت غير بعدا بحال هكا غادي يوقف الإرهابي يشوف فيك غادي تفرشخ بالضحك. كيبان لي انه تقتلهم غير بالضحك على ما كيبان لي انا. دابا هذا هو الجيش ديال القوى الضاربه القهوه الاقليميه دوله النفط والغاز. شوفوا عباد الله على حاله، شوفوا على حاله، شوف حول ولا قوه الا بالله، ودايرين راسهم انهم غاديين كيقاتلوا في الارهابيين. المشكله فين هما الارهابيين؟ ما كاينش، فين هما هاد الجماعات وهاد والمجد والخلود لشهدائنا الابرار وتحيه الجيش. هذه ضروري، المجد والخلود للشهداء، هذا راجوج الشهداء، هذا راجوج الشهداء، لا حول ولا قوه الا بالله. نحن هنا متواجدون بهذه المنطقه رغم صعوبه التضاريس، الا ان هنا من اجل صعوبه التضاريس. شنو هي صعوبه التضاريس؟ مخشي في الربيع ولا مخشي في الشجار ولا هذه صعوبه التضاريس؟ لا حول ولا قوه الا بالله. قال لهم صعوبة التضاريس. مخشي في الزريبة وقال لهم صعوبة التضاريس. لا حول ولا قوة إلا بالله. مخشي في الحريقة وقال لهم صعوبة التضاريس. بهذه المنطقة رغم صعوبة التضاريس إلى أن هنا من أجل القضاء على ما تبقى من مجموعة الإرهابية. ما تبقى من المجموعة الإرهابية، وفين المجموعة الأولى اللي قضيتوا عليها باش تقضيوا على ما تبقى؟ فين هما؟ ما بينتوهمش. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي المهمة المسندة إلينا وإن شاء الله نوصفوها ب نتقنوها. هذه مالها؟ نوصفوها ب بأحسن طريقة وتكون مهمة بنجاح إن شاء الله. 우리 당과 국가 군대의 최고 영도자 김정 자도리의 자력 물코리아 샤마디아 동지께서 저체 배고 2016년 2월 6일 지구 관측 위성 광명사 리더라드 몬타주 라일아 قسما بالله زاد اليوم تعليق الكوريا الشماليه. ترى كوريا الشماليه متحضره على هذه مساخه الوالدين، والله العظيم ان كوريا الشماليه اكثر تحضرا من هذه المصايب الكحله هذه. ولكن ما كاينش لي سلام معايا قد هذا. قال لهم نحن في مهمة قتالية تتكون من 3 أفراد إرهابيين، إن شاء الله نطيحهم. نحن في مهمة قتالية تتكون من مجموعة أفراد إرهابيين، إن شاء الله نطيحهم ونكونوا على حمى الوطن. نحن في مهمة قتالية تتكون من مجموعة أفراد إرهابيين، إن شاء الله نطيحهم ونكونوا إن شاء الله نطيحهم على حمى الوطن إن شاء الله. إرهابيين دايرين جناحات، إرهابيين كيطيروا. قال لك ان شاء الله نطيحوه، زعما لا حول ولا قوه الا بالله. هذا هو المعنى ديال الزلطه والتفرعين، هو هذا الزلطه والتفرعين كيف ما قال لهم بوتفليقه. والله العظيم الزلطه والتفرعين زعما كارثه بكل ما تحمل الكلمه من معنى، وهادشي كامل من بعد يخرج لك البوصبعي يقول لك الجيش ديالنا هو الجيش الحامي المجرات حامي الكواكب، الجيش الذي لا يقهر، نحتل لكم 36 ساعات. لا حول، انتم مدابزين غير مع لا حول الله يا رب. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.